عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة من جديد. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. شحال هادي ما حطيت شي فيديو. اليوم رجعت معكم في فيديو جديد وما يخص الجمال، وصفة طبيعية. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. غنشارك معكم وصفة ديال النيلة الزرقاء لتبييض الوجه، يعني تبييض البشرة بصفة عامة. وصفة مجربة وغزالة غزالة، ديجا جربتها وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. كتعطي نتائج زوينة بزاف تبييض، وكتعالج جميع المشاكل اللي كيكون عندنا في البشرة، التصبغات، الكلف، وكذلك لطش ديال الحبوب. المهم بلا ما نطول عليكم، راه تشوفوا معايا المكونات والنتيجة والتطبيق، كل شيء في هذا الفيديو. عندي هنا غنحتاج 3 ديال المكونات في هذه الوصفة. عندي النيلة الزرقاء، راه معروفة، وكنصحكم انكم تاخذوا الأصلية. خاصكم تعرفوا الأصلية من المزورة، يعني هذه الأصلية راه كتكون مزورة، راه كتصبغ في الجلد، يعني فاش كديريها على البشرة ديالك كتصبغ وكتطلق. هذه لا، الأصلية ما كتصبغش وصافي، راه معروفة، و الفرق بيناتهم راه باين. كما قلت لكم الاخرى راه كتطلق وكتصبغ في الجلده، فاش كتغسليها ما كتحيدش دغيا، هذه دغيا كتحيد. المهم كنديروا الكميه اللي غتكفيكم للوجه او البشره ديالكم. عندي ملعقه صغيره ما عمرش، وعندي المكون التالي اللي هو النيدو. النيدو راه معروف تبييض والترطيب ديال البشره، كيحيد لينا البقع والطاش، كينقي البشره وكيصفيها. غنخلط هاد جوج المكونين بالحليب، الحليب السائل عادي كامل الدسم او الحليب، اي حليب متواجد عندكم. غادي نخلط به يعني ملعقه صغيره من كل حاجه، يعني بالعبار غادي نخلط هاد المكونات حتى نحصل على شكل كريمي، وصافي غادي نخلط مزيان حتى يندمجوا ليا العناصر. يعني ما تكثروش من النيله، يعني كنديروا غير شويه راه كتعطي نتيجه، يعني ما نكثروش بزاف، كتطلق وكتعطي داك اللون. صافي كنخلطو مزيان. كما قلت لكم مده هذه ما شاركت معكم شي حاجه، وحتى القناه يعني ما بقيتش كنحط بزاف، يعني يلا رجعت مؤخرا معكم، وان شاء الله بالجد ان شاء الله رجعت معكم يعني بوصفات وافكار، ويعني قناه متنوعه. كل مره غنشارك معكم حاجه، الاهم هو انكم تستفدوا معايا في هذه القناه. مره غنحط لكم وصفه، مره يعني شي حاجه اللي غتستفدوا منها. دا هو الخليط ديال الماسك كما كتشوفوا، القوام. صافي غادي نطبقوا على الوجه ديالي واليدين ديالي كذلك. المهم كما كتشوفوا راني درتو، غادي نخلي تقريبا 20 دقيقه اولا نصف ساعه، المهم راه دغيا كينشف على البشره. بالنسبه لهذا الماسك بالضبط راه كتقوميوه، يعني الطريقه ديال انكم تحيدوه راه شفتوها معايا في الاول ديال الفيديو، وغتشوفوها معايا دابا. يعني كنقوميو هذا الماسك دغيا كينشف مع فيه النيدو والحليب، يعني كتلصق في الجلده وكينشف، كتقومي على شكل قوماج، وكيحيد لك كاع الخلايا الميته والجلد الميت اللي كيكون عندنا في البشره والاوساخ، داكشي كامل كينقي، كيخلي البشره نقيه بزاف. شفتوا النتيجه غير في اليدين، يعني راه حتى الوجه نفس الشيء، النتيجه واعره بزاف. كنصحكم تجربوا هذا الماسك لاي منطقه عندكم في الجسم ديالكم، بالخصوص الوجه واليدين، يعني النتيجه رائعه في التبييض. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو وصفات هكا ديال التبييض، فهذا احسن ماسك كنصحكم تجربوه. بطبيعة الحال كاينين بزاف ديال الماسكات، ولكن انا هذا كنفضلو وكنعتبرو افضل ماسك لهاد المشكل. وصافي هكا كان الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تجربوا الوصفة وتردوا عليا في التعاليق الى عجبتكم بطبيعة الحال، وما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعاليق اسفل الفيديو. والى اللقاء حتى شي فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش البارتاج ديال القناة باش تكبر ان شاء الله، والى اللقاء حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله.